أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا في فقرتنا الأخيرة، طبعا دائما في بداية البرنامج أو نهاية نحدثكم عن الابتسامة. الابتسامة جميلة جدا، لكن هل في أحد تخيل أن كل ابتسامة لها معنى معين؟ نتعرف في تقرير التالي. Just 5 more minutes, please. You're such a sleepy head. And that works for me, that works for me. لطالما يصدر عنك سيدتي إشارات وتعبيرات لها معان في لغة الجسد، وابتسامتك قد تعكس شخصيتك وكيف تبدين، حيث أشارت خبيرة لغة الجسد في جامعة أكسفورد إلى 6 أنواع من الابتسامات والتي قد تجعلك تبدين أكثر قوة، صدقا أو ثقة. ووجدت دراسة أن 65% من النساء تهتمين لمظهر ابتسامتهن، بينما تبلغ النسبة 57% عند الرجال، فيما يرى كلا الجنسين أن الابتسامة ما هي الميزة الأكثر جاذبية في الشريك. حفظ مستوى حاجبيك حين تبتسمين تجعلك تبدين أكثر قوة، في حين رفعهم يوحي بالخضوع والاستكانة. الابتسامة خلال النظر إلى الأعلى قد يساعدك لتبدين مغرية وجذابة. أما الابتسامة المفتوحة على مصراعيها فهي طريقة ذكية للحصول على أشخاص آخرين لتبادل مشاعر إيجابية مشتركة. عندما تميلين رأسك إلى الخلف وتفتحين فمك خلال الابتسامة يجعلك تبدين تضحكين، وهذه النوع من الابتسامة تعد للأشخاص الأكثر تأثيرا على الآخرين. الابتسامات تأتي في جميع الأشكال والأحجام، بعضها العفوي والبعض الآخر متعمد، لكن تأكدي أنها على صلة بمفردات غنية ورسائل خفية. عن نفسي ما راقبت كيف ابتسامتي، لكن أعتقد اليوم براقب ابتسامتي وابتسامة طبعا الآخرين الموجودين معنا هنا في الاستوديو. لكن مشاهدينا بشكل عام، الابتسامة جميلة، وينصح طبعا علماء النفس أن الشخص يبدأ يومه مع ابتسامة وإن كانت عنده ضغوطات في الحياة، لكن هذه الابتسامة تعطي دافع أنه يبتدي يوم جميل وجديد طبعا ويحس بسعادة أكبر. إذا مشاهدينا، الابتسامة إلى التجميل، لكن دائما نسمع عن سندريلا اللي تميزت دائما بصغر حجم رجلها وبحذائها الزجاجي. لكن مشاهدينا، في عملية تجميل معروفة بعملية سندريلا، هي عملية لتجميل القدمين، والتفاصيل مع جراح التجميل الدكتور نادر صعب. نتابع. لم تعد عمليات التجميل حكرا على الأنف، العيون، الشفاه وحقن البوتوكس، بل أصبح بإمكانك سيدتي تجميل قدميك من خلال عملية بسيطة اسمها سندريلا سيرجري. سندريلا سيرجري هي حسب اسمها بيعني ما اشتهرت فيه سندريلا بالزمانيت، اللي هي الأجر الحلوة، بما أنه عايشين ببلدين حارة وغالبا السيدات بيقدروا يلبسوا أحذية مفتوحة خلال يمكن 9 أشهر أو 10 أشهر بالسنة، وبالتالي المشاكل يلي بتكون بأصابع الأرجل بتصير فاتحة وواضحة، وبالتالي لابد من علاجها. جمال السيدة ما بيقتصر بس على جمال الوجه، أنا بقول كله لازم يكون متكامل، وكتير الرجال بيتأثروا بأصابع القدمين، وبالتالي هون لابد من تجميلهم وأعطائهم أهمية، وأهمية بعتقد ببلدان العربية لازم تكون قصوى أصابع الرجلين، لأنه غالبا نحن نمشي بأحذية مفتوحة. العملية لا تقتصر فقط على أصابع الرجلين، بل تشمل كعب القدم إذا كان هناك نطقات لحمية أو ما يعرف بالمسامير جراء الاحتكاك بالحذاء.
سندريلا سيرجري هي صارت كتير سهلة مع تطور التقنية، نقدر نعمل العملية من دون اللجوء للبنج العام، وبتقدر السيدة تظهر من المستشفى بعد ساعة من إجراء هالعملية. وللعملية أيضا أهداف صحية، فالنطقات اللحمية التي تتشكل إلى جانب إصبع القدم الكبير قد تؤدي إلى آلام مبرحة. الآلام يلي بتكون ناتجة عن النطقات العظمية حد إصبع الرجل بتكون ناتجة من النتوءات اللحمية اللي بتصير مكتسبة من لبس الأحذية، إضافة إلى عدم التراتبية بالأصابع الرجلين. بيكون في يمكن عظمة بالإصبع ما يؤدي إلى انحراف بالإصبع الكبير، وبالتالي بنلاقي أوقات الإصبع التاني يمكن صار ملوي ولا فيت تحت خيه، منلاقي الأصابع كلهم صاروا موجودين بعدم تراتبية. إذا مشاهدينا أكيد كل شخص يحلم بالكمال يعني، لكن طبعا جزء كبير من المشكلة اختيار الحذاء الخاطئ أو الأحذية المفتوحة الخاطئة ممكن تسبب مشكلة الشخص يكون في غنى عنها، لذا دائما طبعا الأطباء ينصحوا بالاهتمام باليدين والقدمين. لكن مشاهدينا طبعا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية والسعادة، ابتسموا دائما، وغدا يوم جديد وأكيد فقرات دائما متنوعة من سيدتي. تقبلوا تحيات فريق العمل من أبوظبي جدة ورياض، في أمان الله.